أقدم حلاق في مدينة القدس بمحل البسيط وبأدواته القديمة. لسه العم أبو خلدون خوجة متمسك بهالمهنة من كتير زمان. خليكم معنا لتسمعوا قصته وتستمتعوا بتفاصيلها. كبير إله حد إله شيء معين في الحلاق بضل ماشي عليه، بس الشباب بيحبوا ينوعوا ويغيروا زي صبايا، بيحبوا يوروا حالهم يعني. أنا اسمي عبد الرزاق خالد خوجة، مواليد القدس وحياتي كلها بالقدس. مهنة الحلاقة مهنة شريفة مقدسة هاي، كان في مكة لما الحجاج يخلصوا المناسك تعونهم يقصروا أو بحلوا. هلا هذا المحل قديم يعني، انفتح بعد الحرب العالمية الأولى، يعني كان أبياتنا يعطونا شيء القليل حسب الوضع في ذاك الوقت. فقررت إني أتعلم المهنة هاي حتى أنا إيش أساعد نفسي وأصرف على حالي، ما انتقلش على الوالد. في البداية كنت أساعد الوالد لأنه كان زلمة كبير، كنت أجي أداوم من شانه. المحل هذا بعز علينا، تركة من الوالد يعني، كثير كثير بعز علي أنا بالذات. من حقي هلأ إني أكون متقاعد، بس فيش فيني سد محل، إنه هذا المحل موجود في أقدس مدينة بعد مكة والمدينة. كل العالم بيتطوق إنه زور القدس. القدس مدينة جميلة قديمة عريقة، كل الناس يعني فيش حدا بيجي هون إلا بحب هالبلد، ولما بيجوا بحبوا يجي حلو في البلد مش عشان ياخذ ذكرى معه، يتصور قلبنا في هالبلد، حياتنا في هالبلد. نبقى برا بس عائلنا هون، نتذكر الشوارع، نتذكر الناس، نتذكر الأسواق.